الجيش العربي السوري يواصل مهمته الوطنية على امتداد الوطن. ففي ريف دمشق عثرت قواتنا الباسلة على نفقين يصلان بين جوبر والقابون وزملكة، يستخدمهما الإرهابيون للتخفي والتنقل ونقل الأسلحة والذخيرة. أهمية السيطرة على هذه المنطقة تكمن في كونها تقع بين حرسة والقابون وجوبر، وتشكل ضربة قاسية للمجموعات الإرهابية. مراسلنا الحربي كريم الشيباني وهذا التقرير. قوات الجيش العربي السوري حوارهم واحد مع الإرهاب، وصوت بندقيتهم يفضح مزغردا وباسطا سيطرته النارية. القابون وجوبر وحرسة، الجبهات التي يشبك فيها حراس الجمهورية مع القوى الظلامية التكفيرية. هنا في إحدى شركات القطاع الخاص التي حولها إرهاب النصرة إلى مقرات لهم، قامت وحدة من الجيش بمداهمته والسيطرة على المباني المجاورة لمركز انطلاق البولمان، وبالتالي الاشتباك مع الإرهابيين الموجودين في الأماكن الواصلة إلى الغوطة. قام الجيش العربي السوري بتنفيذ عملية نوعية في المنطقة الواقعة ما بين القابون وجوبر، وهي منطقة كراجات البولمان ومنطقة معمل الصابون ومعمل الأحذية والجي وآفاق. وتم بعون الله تحرير كراجات البولمان ومعمل الصابون والجي وآفاق ومعمل الأحذية من رجل الإرهابيين. كتابات ورموز تدل على ماهية وعقيدة هؤلاء الإرهابيين، فهنا محكمة لقتل الأبرياء ممن وقعوا بيد الإرهاب، وتنبئ الدماء على هذا الحائط بمصيرهم الحزين. في المنطقة الواصلة إلى جسر حرملة يواصل الجيش العربي السوري مهمته الوطنية، ويضبط عددا من الصواريخ الأمريكية الصنع وقاذف صواريخ ب10. سلاح يستخدم ضد المدرعات والدبابات وأيضا ضد الأبنية والإسمنت المسلح. قدرة عالية على خرق الإسمنت المسلح وتدمير الدبابات كانوا يستخدموه المجموعات الإرهابية المسلحة. وكانت وحدات من جيشنا الباسل أحكمت سيطرتها على الجزء الأكبر من أماكن الغوطة، وعثرت على نفقين شكلا على مدى الأيام الماضية خطوط إمداد للأسلحة والذخيرة بين المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا نفق، هلا بشيل هالكيس هذا ببين النفق ارتفاعه شي 3 امتار وشي مترين بتفوت فيه سيارات، شايف؟ من تحت القابون واصلينهم على العباره اللي عملتها الدوله يعني طبعا، شايف؟ تم قتل العديد من المسلحين الارهابيين الذين كانوا يعيشون فسادا وتخريبا، وكانوا يستخدمون جميع انواع الاسلحه بما فيها الاسلحه الخفيفه والمتوسطه والثقيله، حيث تم القضاء على عدد كبير منهم، ومن خلال ملاحقتهم تم اكتشاف العديد من الأنفاق. من خلال رصاص القنص وبالشباكات قريبة يهجم حماة الديار على الموت بالموت، وينزعون أرواح من أراد سوءا بهذه البلاد. كريم الشيباني لأخبار التلفزيون.